مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد في مدينة المحمدية في الحريق شيئا ما المهول اللي كان على بعد ساعات. معايا أولا الأستاذة خديجة مستشارة في المجلس البلدي، نشوفوا معها شنو اللي كتعرف في الموضوع. أستاذة، حريق الآن أجهزة كلها على قدم وساق، أسباب مسببات الحريق اللي كاين ديال الغاز هنايا، شنو المعلومات اللي عرفتي يا أستاذ؟ السلام عليكم. اليوم المحمدية يعني هذا المساء كتعرف واحد الانفجار مهول لمستوى لا فالاز هنا، دوك لي سيتيرن، دوك لي بيوتان ديال الغاز. وهذا الحمد لله ان الامور دازت كنقولوا خفيفه، الا انني سمعت بان شي واحد من الوقايه المدنيه ان تصاب ببعض الجروح الطفيفه. دونك احنا اليوم كنطالبوا من الجهات المسؤوله ان تفتح موضوع، تفتح بحث في الموضوع باش نعرفوا كيفاش تم هذا الحريق. هناك كما تشاهدون استنفار امني، يعني كان واحد الهلع، واحد الصدمه اللي تصدمنا صراحه في هذا يعني في هذا النازله وهذا المصاب الجلل اللي صابنا اليوم من هذه المدينه. كنطلبوا من الله تبارك وتعالى علينا واحد الباس. الحمد لله كنشكروا الوقايه المدنيه، القوات المساعدة، السلطات، الأمن الوطني، يعني كنشكروا كل شيء. السيد عامل صاحب الجلالة لأن كان حاضر بنفسه حتى هو هنا لهذا سميتو. دونك الصحافة، الإعلام، كنشكر كل شيء لأنهم جاوا بيغطيوا هذا الحدث اللي صراحة الحمد لله المحمدية جات من كارثة عظمى كانت تتعصف بكل شيء. الحمد لله. هاد الانفجارات الان حبسات ولا باقا ولا؟ الا انفجارات حبسات لحد الساعه، ولكن على حساب بعض المعطيات اللي خديت دابا من عند واحد الشخص في الوقايه المدنيه بان خص لي سيتان خصها تبرد، باقا سخونه. اون فوا غادي تبرد عاد غادي يتهناو. دونك ما حدا باقيه سخونه، هما باقي عندهم شكوك. وكما تشاهدون راكم كتشوفوا باقي السيارات وداك الشيء ديال الوقايه المدنيه راه كلهم هنا، وانتم كتشوفوا هذا الاستنفار الامني. صراحه اللي حضروا جميع يعني من اعلى السلطه، يعني السيد عامل صاحب الجلاله، السيد رئيس المنطقه الامنيه، يعني كل شيء حاضر على قدم وساق. الاجهزه والساده كلهم دايرين الخدمه ديالهم. انا عندي معك سؤال بسيط، بعيد شيئا ما وقريب في حد ذاته، انت بحكم انك مختصه في الشان المحلي، انت عضوه منتخبه هذه الشركات وعلى جد مقربه من الساكنه في مدينه، كيفاش كتشوف هذا الامر؟ واش هذا الشيء كيشكل نوع من الخطر على سلامه المواطنين؟ لان دوك الناس هما اللي مصوتين عليك، من هنا غادي يكون بدايه النداء ديالك والتتبع ديالك انكم علاش هذه الشركات هنا؟ كسؤال على الخطر للناس هما اللي مصوتين عليك، هذه مسؤوليه عندك. صحيح. انا قبل ما نكون مستشاره بمجلس المحمديه انا فاعله جمعويه، ويا ما نددنا على هاد لي بيوتان ديال الغاز وداك الشيء اللي هنا في لافاليز في المحاويات الكبرى ديال الغازوال. دونك حنا كاين هناك جهات نافذه في الدوله المغربيه، وعلى رئيس ديالها راه كنعرفوا رئيس الحكومه اخنوش، راه هو اللي داكشي ديالو اللي هنايا فين. باش نكونوا واضحين ان احنا هذا الشيء دابا كيشكل واحد الخطوره علينا كساكنه ناهيك على التلوث اللي في اللي كيتسرب المياه ديال البحر. دونك المتنفس الوحيد اللي عندنا هو لافاليز ولينا دابا شكل ديال البيئه ولينا احنا دابا حتى المتنفس الوحيد في المدينه انك نجيو ليه. دونك دابا غنوليو نتخوفوا، ما نقدروش نبقاو نجيو. علاش؟ لان ريسك انك تدخل تما توقع شي مصيبه بحال هذه ديال اليوم. دونك حنا اليوم كمستشاره انني كنطالب من الجهات المسؤوله ومن الجهات المعنيه بانها يدار حل لهذوك يدار الحل، واحد الحل، حيت ما غاديش يمكن لاننا حنا عندنا راه عندنا ميناء، يعني راه الميناء ديالنا راه هذا الشيء داخل في يعني خص تكون واحد المنطقه صناعيه بعيده على الساكنه لسلامه المواطن. الا هذا هذوك الناس اللي ساكنين تما نقدروا انهم يستافدوا في شي جهه اخرى وانهم يخوضوا دوك البلايص تما، لانه ولات عندهم واحد كيهددهم واحد الخطر، او الاول ديال البحر والثاني ديال الحريق بحال هكا.
استاذ شكرا لك. مشاهدينا الكرام معي طارق صحفي ولد المنطقه ملم بهذه القضيه تاع اليوم، هذه الانفجارات اللي كانت الان. غادي نشوف ما حيثيات القضيه. طارق ملي جيتو سمعتوا الخبر كنتو نتوما الاولين، كيفاش هذه الواقعه؟ الواقعه غنبداها من الاولى لانه كاين واحد الصديق ديالنا اللي هو صديق ديالي انا ودريس، بطبيعه الحال شفنا البدايه ديال تسرب الغاز وحتى وقع الانفجار. هذاك الشيء كان رهيب، الناس هربوا جيت لافاليز لانه ما عرفوش واش هذاك الانفجار غيوصل حتى لحداهم. الناس خلاو السيارات ديالهم وخرجوا على رجلهم. حنا من تلقينا الخبر جينا باش نوثقوا يعني العمل الصحفي، بطبيعه الحال شفنا يعني هذاك الشيء كارثه. الحمد لله لولا شحال تقريبا ملي تبعتوا عدد الحاويات اللي شفتوها انفجرت؟ شي خمسه الحاويات، وواحد الحاويه اللي انفجرت الثانيه اللي طايرات في السماء تقريبا 30 متر حتى 40 متر، يعني الشظايا ديالها كلها كتبان لك. حنا هربنا لانه خوفا على سلامتنا، هربنا باش ما نتاذاوش، لان سمعنا انه كاين عنصر من الوقايه المدنيه انه كانوا في اللحظه ديال الانفجارات كانوا داخلين كيطفيو في العافيه. كنتمناو انه ما يوقع عليه حتى شي حاجه، تكون يعني جروح طفيفه خفيفه. كنتمناو انه الاهالي ديال الناس ما يتخلعوش، كنتمناو انه الناس اللي ساكنين في الجوار انهم يكونوا وقع عليهم والو. الا جات في الخسائر الماديه غتعوض، اما الخسائر البشريه اللي ما غتعوضش، وهذا الشيء اللي كنت بحكم على هذا الختم اللي عطيتيني بحكم تولد المنطقه. شحال المسافه بين هذه الشركات وهذه المواد الصناعيه اللي هنا مع الساكنه؟ قريب ما كاينش بزاف، 200 متر ما كايناش، ما كاينش حتى 100 متر ما كايناش. راه كتشكل خطر كبير على الناس. شوف مدينه المحمديه الاغلبيه ديال الشركات ديالها شركات نفطيه وديال الغاز وديال يعني شركات اللي هما محظورين وخايبين، ما غاديش نضرقوا الشمس بالغربال. يعني اي خطر كاين في مدينه المحمديه. يعني حنا ولفنا لانه كان وقعات الكارثه ديال سامير في 2003، راه عشنا كثار من هادشي. هادشي راه شفنا غير يعني الحمد لله شفنا شي حاجات بسيطه، اما الناس اللي عاشوا في لاسامير وشافوا الكارثه ديال لاسامير، راه كانت الالسنه ديال 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 اللهب كانت كتوصل حتى لحي النصر. بين حي النصر وسامير راه كاين واحد 7 كيلومتر ولا 10 كيلومتر، يعني كاين الخطر. ما غنضرقوش الشمس بالغربه، كاين الخطر. كنتمناو بانه هاد الشركات ما يكونوش يعني داخل المدن، داخل المناطق السكنية. هادو خصو يكونوا بعاد على المناطق السكنية باش ما يكونش لا تلوث بيئي، لا تلوث ديال البحر، لا تلوث مناخي، لا الخطر اللي شفنا دابا. الحمد لله راه كنسمعوا انه النسبة ديال 90 حتى 99% ديال النسبة ديال الإخماد الحريق، ان الامور في تحت السيطرة، لانه تدخلات يعني استثناء اللي في الوقاية المدنية مسكين الله يجيب ليه الشفاء ما تقصت شي واحد. الحمد لله هادشي اللي كنعرفوا، لانه باقي ما عندناش معطيات كثيرة وما عندناش معطيات كافية. واش تم الاغماد ديال الحريق كامل ولا باقي؟ باقى شي بوطة اللي باقى شادة، باقى سخونة كيبردوا فيها باش انه طفى. كنشكروا كاع الناس ديال الوقاية المدنية اللي جاوا من الدار البيضاء من بن سليمان بوسنيقة باش انهم جاوا عاونوا الوقاية ديال مدينة المحمدية. حنا عارفين مدينة المحمدية تايا لا حول ولا قوه الا بالله، عندنا شركات صناعيه وعندنا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الصهاريج ديال المياه ديال الوقايه المدنيه. هذا نداء الجنرال ديال الوقايه المدنيه ان المحمديه راه خاصها اكثر من هذا الشيء، لانه ها النتيجه كنشوفوها قدامنا. ها لو تمش الاخماد الحريق كنا غنشوفوا كارثه، لانه حنا البلاصه اللي فيها حنا راه حنا في الخطر، وكانت غتضرب تقريبا 40 متر اللي غتضرب كيلومتر ولا 40 متر، لا 40 متر اللي قالوا لنا اللي غتقدر تضرب في هذا المكان اللي الا زاد الالسنه وزادت العافيه، يعني راه مدينه المحمديه كلها مهده. طارق شكرا لك. مشاهدينا الكرام، طارق ختم معايا في الموضوع، اعلامي ولد المنطقه وملم بحيثيات المحمديه. مشاهدينا الكرام، هاد الانفجارات موضوع النقاش. غير بغيت واحد الكلمه. مرحبا. هي الاخيره كنشكروا طبيعه الحال، كنشكروا هذوك الناس اللي غامروا بحياتهم وبحياه وليداتهم اللي كانوا لداخل وسط من العافيه، الناس ديال رجال الوقايه المدنيه. كنشكروا الناس ديال رجال الامن اللي حماوا صحفيين ولا المواطنين، كنشكروا الناس ديال القوات المساعده، كنشكروا كل من حمى الناس وحمى الساكنه ديال المحمديه. كنشكروه لانه واخا غيقول لي شي واحد هذاك راه واجب ديالو، ولكن اجي انت وحضر لهذاك الانفجار وانت لداخل كطفي في العافيه، والله تتهرب. الا ما كانش قلبك فيه الايمان والله تتهرب وتخلي العافيه، تقول انا ماني نموت ونخلي واحد اخرين مورايا.
كنشكر هاد الناس هادو من قلبي الخالص انه غامروا بحياتهم، خصوصا الناس اللي كانوا الاولين وكانوا في الاونه الاولى ديال الانفجار. طارق شكرا لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حصري وهذه هي المعلومات اللي قدرنا نوصلوا لها الان في هذا الانفجار الضخم مدينه المحمديه. شي ملاحظه؟ لا، كلمه اخيره كنتمنوا لنا وكنا نيابه عامه مختصه، بغينا تفتح تحقيق دقيق وتعطي يعني المعلومه الدقيقه، باش الا كان حادث عرضي ما عندنا ما نديرو، الا كان حادث وراء اسباب واسباب اخرى خاص الناس تعاقب، لانه هذا الشيء ما فيش اللعب. هذه ماشي شركه ديال العود اللي غتشعل فيها العافيه وغتشعل وغطفى، هذه شركه غاز، والغاز حنا كنعرفوا الخطوره ديالو. كنتمنوا تفتح تحقيق ونعرفوا ملابسات ديال هذا الحريق ومن وراءه. هذا الشيء اللي بغيت نقول. شكرا لك طارق. مشاهدينا الكرام كما ختم طارق، منطقه جد حساسه، والسؤال مطروح على جد مقربه من الساكنه، وهذه هي علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، الحدود الساعة، هذه المعلومات، الشفاء العاجل يا ربي. الرجل بطبيعة الحال ديال الوقاية المدنية اللي تقاس، وكنطلب الله تعالى يا ربي ما يتقاس حتى أي مواطن في الموضوع. مشاهدينا الكرام، في حدود الساعة انفجارات اللي في المحمدية، هذه المعلومات اللي توصلنا لها، في حالة إذا لقينا أي معلومة أخرى غادي نوروا بها الرأي العام. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.